جسد أنس ليس ملكه أحيانا، قد يكون ملك قلم رصاصي أو قلم فحم أحد زملائه أو رسما على قطعة قماش للوحة صديق ما. أي زميل ممكن يطلب مني هذا الشيء بالوقت اللي بيريده طبعا، وممكن هو أنه يعد لي موديل. بالنسبة لأنس وغيره من طلاب الرسم، غياب الموديل المحترف في كلية الفنون الجميلة لم يمكنهم من تعلم رسم الجسد بكامل تفاصيله. من خلال دراستي يعني ما رسمت غير انه بورتري وجه مع ايدين. انا بالنهايه خسران موضوع انه ارسم جسد وشوف كل تفاصيله واقدر ابني على لوحتي معادلات جرافيكيه لهذا الجسد. طلاب اخرون وجدوا الالهام في فن من زمن مضى. الياس ايوب الذي تخرج السنه الماضيه دون ان يرسم جسدا عاريا واحد منهم. انا من الناس يلي كنت روح دور على البديل بلوحات كلاسيكية بعصر النهضة اللي كانوا يرسموا موديلات، حاولت أتعلم منهم أخذ منهم طريقتهم بالرسم وهيك، انطبعت فيهم بفترة من الفترات. في الفترة الأخيرة باتت التيارات المحافظة أكثر تأثيرا على المجتمع السوري، ما انعكس على مسار الحركة التشكيلية، فخرجت أصوات تنادي الجيل الجديد من الفنانين بالعودة إلى الموروث الإسلامي. نحن الأولى فينا أن ندور على أنفسنا، على فننا، على تراثنا أو تراث الإسلامي. لازم يكون في منهج تدريسي خاص بينسجم مع المنطقة، بينسجم مع فننا الإسلامي والعربي القديم. نحن للأسف عم ندرس المنهج اللي عم يدرس بأوروبا. أما أدوار شهدة الفنان السوري المشغول بالجسد تشكيليا فلديه رأي مختلف. شو العيب يعني بالقصة؟ ما فهمت انه امرأة بترسم عارية؟ ما هو موجود بكل تاريخ الفنان، حتى بفنوننا السورية القديمة. روح شوف المتحف الوطني، شوف فينوس، شو هي ما كله عاري. القصة انه في عقول متخلفة عم بتكرس مناهج متخلفة بكل الفنون، عم يطلع عنا نتائج متخلفة. إدوار شهدة والكثير من أبناء جيله من رواد الفن التشكيلي في سوريا عاشوا تجربة الموديل العاري في مراسم كلية الفنون في الستينات والسبعينات، حينها كانت الموديلات عارية تماما، ولكن هذه الظاهرة اختفت من الكلية منذ عام 1983. الفترة اللي كنت أنا عم بدرس فيها في السبعينات كان في تقريبا 8 موديلات بكلية الفنون، كان في موديل عاري وكان في موديل عاري امرأة ورجل. أما اليوم فموديلات كلية الفنون الجميلة هم تماثيل من الرخام أو عامل البوفيه والحارس، يستدعون في أوقات فراغهم ليرسمهم الطلاب بكامل ثيابهم وبنفس الوضعيات على مدار السنة. يعني لطالما بنجاوب أي شخص لازم بيجوز أو تبع البوفيه عود عندنا موديل بيعد لديتين بيقوم بيروح يغلي فنجان قهوة بيترك بروح، شايف؟ فهذا ما اسمه شغل يعني، هاي اسمه يعني زعبرة. أنس اليوم لديه أمنية واحدة، أن يعود إلى زمن الفن الجميل ليستطيع أن يرسم موديلا عاريا ولو مرة قبل أن يتخرج.